بالهنا. ولا كيمو، هو دعاء الدنيا مجوش النهارده ولا ايه؟ لا مجوش. عمي زمانهم جايين، مش معقوله يعني ما يجوش. يا عزين المعلم حربي ومعلمه انشراح عايزينك في المستودع انت وبركه. طب روح احنا جايين وراك. عايزيننا في ايه دول؟ يا خبره بفلوس، يلا بينا. خير يا معلم؟ اصبر بركه، روح نادي العمال بتوع المستودع كلهم وجمعهم لي هنا قدامي من عينيا. ها رجاله تعالوا كلموا المعلم. انا تعالوا. هو ايه العباره يا معلم؟ اصبر اصبر على رزقك يا زين جاي. رجاله معلم. خير يا معلم؟ خير يا معلم. كلنا عارفين ايه اللي حصل لقبضايا ودقر ام الكوتش، وهم غاروا في 60 خراره الهي ربنا ما يرجعهم، وان كانوا هم السبب في موت عم رزق الهي ربنا ينتقم منهم. مجمعاكم النهارده عشان اقول لكم على حاجه. الريس حربي والريس زين من النهارده هم معلمين المستودع، كلمتهم زي كلمتي بالظبط وكلامهم يمشي على رقبه التخين. اما المعلم بركه اللي قد الدنيا هو اللي هيبقى مسؤول عن عمال المستودع. مبروك يا معلم. مبروك يا معلم حبيب. ربنا يكرمكم يا رجاله، ربنا يكرمكم. واحب اقول لكم ان انا والمعلم زين بنعرف ازاي نعامل رجالتنا كويس، وباذن الله هترتاحوا معانا على الاخر. ربنا يخليك لينا يا معلم حربي. من النهارده رجالتك يا معلم. ربنا يخليك يا معلم. ايام البلطجه والافتراء خلاص يا رجاله راحت، وكل واحد فيكم ان شاء الله هياخد حقه زياده حبتين وهيتعامل احسن معامله. اهم حاجه عندي بس ان كل واحد يشوف شغله صح ويتعامل معانا بما يرضي الله. يلا رجاله كله يشوف شغله، اتكلوا على الله. يلا رجاله الهمه امار، انا بحبش الدلع، واللي هيدلع هضطر ان انا اتلفظ. ماشي يلا رجاله. يلا هو صلاح لسه ما جاش؟ لا لسه، ربنا يسوقه. يا سلام يا نشوى، لو كان معايا كاميرا كنت خدت شويه صور يجننوا. بقى خناقه زي دي بتقفي وتتفرجي عليها؟ انت مفتريه يا بنتي. انت ما شفتيش الناس قد ايه مغلوله من اسم قبضايا؟ ده مصدقه انه حرب اتصدله وراح طردوه من بره الحته. يا حبيبتي انت مديه الموضوع ده اكبر من حقه، دي حته خناقه في حي شعب زيها زي اي خناقه بتحصل كل يوم. هتعملي بقى منها زعيم وبلطجي والناس مشيت ورا الزعيم، والحكايه تاخد بقى بعد سياسي ورموز ملهاش اي لازمه. بلاش امين، يبقى خالك يبقى واسع ويدخلك في مناطق ما انتش قدها. يا بنت الايه يا نشوى، ده انت لفتت نظري لحته موضوع هيكسر الدنيا. البعد السياسي لحادث في حي شعبي، هو ده الموضوع. لا ده انت مخك شطح لبعيد قوي، انت محرره حوادث، محدش هيسمح لك تنشري موضوع بالشكل ده، لا رئيس القسم ولا حتى رئيس التحرير. هو النهارده ايه؟ النهارده الخميس. خلاص يبقى اطلع لنعيم بيه واخد موافقته على الموضوع، وساعتها بقى محدش هيقدر يفتح بقه. انت هتاخدي على الراجل ولا ايه؟ هو عشان يعني ما طلب يشوفك مره هتقعدي بقى تنطي له كل شويه والتانيه؟ يا بنتي انا معايا كارت بلانش منه، اطلع له في اي وقت ولو احتجت اي حاجه عن اذنك. ايه يا نشوى، انا مش فاضيالي، موضوعك روحي عرضيه على رئيس القسم اللي عندك. انا حضرتك عرضت عليه قبل كده اكتر من موضوع ومفيش برضو ولا حاجه منهم اتنشرت. يبقى شغلك اي كلام، اعملي كان ايه؟ اشمعنى يعني شغل اماني بيتنشر على طول؟ ولا هي علشان بتروح لرئيس مجلس الاداره تعرض شغلها عليه؟ قصدك ايه؟ انا ما اقصدش حاجه، انا لسه شايفه اماني من شويه وقالت لي انها طالعه تعرض موضوعها الجديد على رئيس مجلس الاداره تاخد موافقته عليه. اماني عند نعيم بيه؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ طب روحي شوفي انت شغلك دلوقتي، ولما تشوفي اماني ابقى ابعتيها لي. طب الموضوع بتاعي هاتيها بقرا بعدين لما اخلص. انا اسفه. اتفضلي. ايه راي حضرتك يا فندم؟ هايل هايل يا اماني، الربط بين حادثه في حي شعبي واللي بيحصل في البلد ربط ذكي جدا. ده غير ان فكره البطل اللي بيساعد الناس على الخلاص من الظلم والقهر فكره عظيمه في حد ذاتها. الموضوع بتاعك ده ممكن يبقى موضوع مهم جدا، ده ممكن يهز البلد كلها. أنا أول ما جات لي فكرة الموضوع يا فندم قلت لازم أعرضه على حضرتك وأخد موافقتك طبعا. بس عشان الموضوع ده يكتمل يا أماني لازم تعملي حوارات في المنطقة الشعبية اللي أنت كاتبة عنها دي، وخصوصا مع الجدع اللي اسمه حربي. يا فندم
ايوه مع جدع اللي اسمه حرب ده. انا حاسس ان الموضوع ده هيفتح عيون الناس على حاجات كتير قوي بتحصل في البلد ومحدش دريان بيها ومفيش حد واخد باله منها. ما تخافش يا فندم، انا هبتدي كتابه في الموضوع حالا. انا ناوي كمان يا اماني اصعدك، ايوه اخليك في مكان احسن من اللي انت فيه واكبر بكتير. انا مش عارفه يا فندم اقول لك ايه. انا متشكره قوي يا فندم حضرتك. ما تقوليش اي حاجه يا بنتي، ده الواحد ما بيصدق انه يلاقي حد مخلص ومجتهد في شغله وبجد وحقيقي عشان يقف جنبه ويسنده في رسالته. وانت يا اماني نموذج للشباب اللي انا احب انهم يبقوا جنبي وحواليا. انا كده طبعي كده. هي عملتي ايه عند رئيس مجلس الاداره؟ زي ما توقعت بالظبط، متحمس للموضوع جدا. طب ده هاي على فكره الرئيسه كانت عايزاكي. مدام شهيرة؟ ما تعرفيش عاوزاني ايه؟ حلمي علمك. اتفضل. تحت امرك يا فندم. قالوا لي انك سالتي عليا. انت ايه اللي عملتيه ده يا امين؟ انا عملت ايه؟ لا ولا حاجه، انت يا دوب اتخطيتيني وما عملتيليش اي اعتبار وطلعتي النعيم بيه منك ليه على طول. يا فندم انت فاهمه الموضوع غلط. انا بس كل ما في الامر ان نعيم بيه طلب مني اكتب له موضوع جديد واطلع اخد رايه. اماني نعيم بيه ما بيجيش غير مرتين في الاسبوع، مش معقوله كل ما يجي تطلعي له مكتب. دي قله ذوق وعدم احترام، وانا مش هسمح بالموضوع ده يتكرر تاني. فهماني يا اماني؟ والله فهمك يا فندم، بس الموضوع غير كده خالص. انا هفهمه لك بالراحه. اماني الموضوع ده اتقفل ومش عايزه اسمع سيرته تاني خالص. اتفضلي روحي شوفي شغلك. اتفضلي. خير يا اماني؟ مال خير جالي كده مدخنه من عند الرئيسه؟ مدام شهيرة زعلانه مني، اتضايقت ان انا طلعت للسوفي بيه من غير اذنها. ولا يهمك، هو مش اتحمس لموضوعك؟ خلاص يبقى لا الرئيسة ولا غيرها هيقدروا يقفوا في وشك. انت مش فاهمة حاجة يا نشوى، مدام شهيرة غالية عندي ومش عاوزاها تاخد عني فكرة غلط. يا حبيبتي بلاش عبط، انت دلوقتي بقى قدامك سكة ما يحلمش بيها اي حد. اوعي تقفليها لأي سبب، وبعدين خليكي مع الكبير تكبري ونعيم بسيوفي هو الكبير. انت شايفة كده؟ انا عن نفسي لو مكانك هعمل كده. السلام عليكم. اهلا يا استاذ صلاح. ازيك يا بركه؟ الحمد لله. امال فين حرب وزين؟ بيراجعوا بس حسابات المستودع وزمانهم جاي. قوم جمعه. اهلا. ازيك يا استاذ صلاح؟ ازيك يا اخ زين؟ صباح الخير يا ابو صلاح. ازيك يا حرب؟ هيا وصلت الحاجه؟ لا ما ينفعش نقعد في مكان هادي ونتكلم. ها بركه. ايوه. اول عمال ما يخلصوا فرز الحاجه قفل المستودع ووصل الايراد للمعلمه ان شاء الله على طول. عيني. بعد كده اتحصلنا على العشاء. حاضر. يلا يا جماعه. مين الوجه الجديد اللي مع زين وحرب ده؟ ده الاستاذ. وانت مالك انت يالا؟ ما تخليك في حالك، اجري هات لي شيشه كده وتكون سالكه ادك القرف. صدق انت معاك حق. حاضر حاضر يا ريس بركه. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا حضره؟ طبعا يا باشا، هو حرب مفيش غيره. سعادتك اسأل الأستاذ حنفي، قول له مين اللي فتح عليه المطوة لما كان في المستودع وكان عايز يقتله، ومش بس هو سعادتك، هو ورجالة سعادتك كمان، وطردهم من المستودع ومن الحارة كلها. يا بضايا المعلمة انشراح دي ست عاقلة وراسية، معقولة تعمل الكلام ده؟ كانت يا باشا، كانت عاقلة وراسية قبل ما الواد حرب يخرج من الأمم وياكل بعلاها كنافة ويحشي مكسرات. يعني فكرك هما اللي سرقوا التريلا؟ طبعا يا باشا هما اللي سرقوا التريلا. طب استنى انت بره شويه. على العموم يا رشوان باشا، انا ريحت ضميري، الشيطان اللي جوايا نام، يعني اقدر اقول لك ان بابا نام. اتفضل يا استاذ حنان. اتفضل. ماشي يا ابو ضايع. ايه يا عم اللي انت لعبتها؟ ايه رايك في الكلام اللي بيقوله؟ احتمال كبير يكون صح. الواد حارب ده مكار وقلبه ميت. اسمع حنفي، عايزك تاخد الواد اللي اسمه عبدالله ده تحت بطك وتجيبولي قرار الواد اللي اسمه حربي هو وصاحبه زين.
عايز الموضوع ده ينتهي قبل اخر الاسبوع يا حنفي، فاهم؟ والله انا طول الليل بفكر في حكايتكم مع ادى دي، ما لقيتش غير الحل اللي انا بقول لكم عليه ده. ايه اللي بتقوله ده يا عم صلاح؟ ده كلام يتقال، ده ما اسموش حل يا متر. ده امال يعني ايه رايك اخ زين؟ نبيع الحديد والسياخ والمعلمه تاخد حقها والعربيه نخلص منها. والحديد ده بقى ان شاء الله يتباع لمين؟ ألف من يشتري يا متر. حديد مسبوك وسياخ تتباع في السوق، يوصل الخبر لرشوان فيحط ده على ده، يعرف ان انتوا اللي خدتوا العربيه والبضاعه. تفتكر هيسكت لكم؟ لا طبعا، ده هيولعها نار ويعلن الحرب علينا ويودينا ب 60 داهيه. واحنا قدها وقدود يا عم حرب، واعلى ما في خيله وركب. بطل بقى يا زين التهور والاندفاع ده. وبعدين فرضنا ان احنا مشينا ورا كلامك في موضوع العربيه والحديد، البودره بقى هنعمل فيها ايه؟ لا ده دي هنبيعها ونكسب من وراها الشهد. وانت محامي وليه سككك مع تجار المخدرات كده اهو؟ اه يا رجاله يا رجاله، دنيا المخدرات دي مملكه كبيره لها سياد وملوك، ومفيش اي حد في الدنيا يعرف يخشها الا لما يكشفوه ويعرفوا مين هو وجاب البضاعه دي ازاي وجابها منين، وساعتها هتبقى نهايتكم. ما يا عم انا قلت لكم الاول على حل، البضاعه دي احنا نخلص منها ومن شرها خالص، نحرقها ندفنها ان شاء الله حتى نرميها في النيل. برضه اصحابها هيفضلوا وراكم يشمشموا لحد ما يوصلوا لكم، وساعتها مش هيرحموكم. جرى ايه يا استاذ صلاح؟ انت عمال تقفلها في وشنا كل شويه كده، لا عاجبك كده ولا عاجبك كده، نعمل لك ايه يعني؟ تعملوا اللي يفيد وما يضرش. بص الحكايه دي كلها لها حل من اتنين، يا تخشها حرب يا تخشها سياسه. سياسه ازاي يا صلاح؟ انك تاكل السبع قبل ما ياكلك، وتروح له قبل ما يجي لك. انت عايزني اروح لهم برجليا واسلمهم رقبتي؟ ما قدامناش حل تاني. اهو ده ما اسموش حل يا متر، ده اسمه قطع رقاب لا مؤاخذه. ما حدش بيروح للموت برجليه يا متر، ده اسمه كلام ده يا عم حربي. احنا لو رحنا لهم هيعذبونا وهيقررونا واحتمال يخلصوا مننا خالص. يا اخ زين لو انتوا خايفين قراط هم خايفين 24. جرى يا عم صلاح؟ انت عايزني اروح لهم بالعربيه وارجعها الرشوان بالبضاعه واقول له عفى الله عما سلف خلاص حقك عليا وخطوه حبايب وخلص الموضوع؟ لا انت مش هتروح بالبضاعه ومش لرشوان، لعنتر. انتوا مش بتقولوا ان في بينكم وبينه معرفه وان هو لوي في الموضوع ده بدليل ان الراجل بتاعه كان موجود في العمليه؟ اه خلاص يبقى ده اللي تروحوا له، وانا بقى هقول لكم تعملوا ايه معاه وتقولوا له ايه بالظبط.